يضيف بقى من النادي الاهلي العين بتاعت محمود الخطيب، لا اعظم لاعب في العالم والله العظيم، اقسم بالله العظيم انا اللي بتكلم، اشرف شاكر اللي بيتكلم، انا شفت لعيب في العالم كلهم ما فيش زي محمود الخطيب ابدا، اعلى قدرات في العالم، اعلى مهاره في العالم، بس طبعا حظه لا كان في احتراف، ومنتخب مصر اللي هو كان من العظماء ما كانوا بيلعبوا ماتش ودي بيروحوا يلعبوا مع مصنع 36 حربي. فما يعني اتظلموا، كانوا بياخدوا جنيه في اليوم بدل سفر، يعني الجيل والجيل ده كله موضوع الفلوس بالنسبه لهم اخر حاجه فكروا فيها حقيقه يعني. فدول عظماء وجمال، وهنحافظ كلنا على تراث الاهلي والزمالك، وهتبقى مباراه من امتع ما يكون. اتمنى ان كابتن محمود الخطيب والاستاذ مرتضى منصور قاعدين جنب بعض، والاستاذ مرتضى منصور ده شخص، ده خد بالك ده زي قلبه زي البافته البيضاء، ده راجل من اجمل ما يكون، يقول لي اذاعه ويتخانق وتلاقيه قلبه صافي جدا، فاحنا كلنا اخوات.